السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده انبوكسنج لبلاك اند ديكر اوفن اير فراير، قلايه هوائيه على شكل فرن من ماركه بلاك اند ديكر، وتجربتي للاكل فيها. لو اول مره تشوفوني وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك. ده كده شكل الكرتونه بتاعتها من بره. الموديل بتاعها AOF100B5. الشاشه بتاعتها ديجيتال بتشتغل باللمس. الساعة بتاعتها 12 لتر وبتشتغل بقدرة 1500 واط. معاها كمان سلة للطعام. القلاية الفرن بتفرق عن الدرج ان معاها ملحقات اكتر، وممكن نستخدم الفرن بكذا طريقة. اول حاجة كده معاها الكتيب، وفي ظهره الضمان بتاعها، ودي كل الملحقات الموجودة معاها في الكرتونة، شارحين فيها استخدام كل حاجة منهم. هفتح معاكم بقى القلاية كده لأول مرة. هما حاطين لصقات على جوانب الباب بتاع الفرن، هشيلها كده عشان افتح من جوه. كل حاجة مغلفينها وحاطينها جوه الفرن. هنبتدي كده نطلع اول حاجة دي السلة، وحاطين القطع كلها كده جوه السلة. هنبتدي نشيل كده ونشوف ايه اللي موجود معانا. وتحتهم كده حاطين 3 أرفف، 2 شبكة وواحدة مصمطة للتصفية. هشيل كده البلاستيك اللي عليهم وهوريكم ازاي بنحطهم في الفرن كده زي الفرن العادي اللي عندنا في البيت. هي أرفف كده بتتحط ليها مجرى. ودي السلة التانية الأسطوانية، وحاطين جواها الحامل اللي هو بتاع الشوي ده، المفروض بنشوي عليه الفراخ بشكل رأسي. وكمان في الأساخ العادية اللي بنحطها بحيث نشوي الفراخ بشكل أفقي. هحط لكم دلوقتي صورة ليها. وده شكل السلة، بتتحط بطريقة أفقية، المفروض ان هي تكون بتلف عشان تقلب الأكل جواها. ودي القطعة التانية بتاعتها اللي بتتركب فيها، هحط لكم برضو صورة ليهم. وده بقى المقبض اللي بيتركب في السلة اللي هي على شكل درج، هي دي بتكون شكلها كده مستطيل، بنركبها كده فيها وبنشيلها وقت لما بنقفل الباب بتاع الفرن. يعني كده برضو القلاية دي يعتبر فيها من المحتويات ان هي تكون قلاية درج. وده الحامل اللي بنستخدمه لما نيجي نخرج السلة الاسطوانية عشان بتكون درجة الحرارة عالية. هحط لكم برضو الصورة. اما بالنسبة لتجربتي معاها، اول حاجة جربتها فيها الفراخ الناجتس، وكمان هحط معاها بطاطس بومفريت. بما ان عندي رفين فهسوي الاتنين مع بعض في نفس المرة، وهشوف برضو البطاطس هتاخد معايا وقت قد ايه. هنا دوست على زر التشغيل، وبعدين اخترت البرنامج الخاص بتسوية الفراخ. هو هنا اداني درجة حرارة 180 والوقت 25 دقيقة. كده اشتغلت الايقونة بتاعت المروحة اللي بتوزع الهواء جوه القلاية. بعد 10 دقايق هفتح الفرن وهبدل الرفين مع بعض بحيث اخلي التسوية متساوية في الرفين. اعتقد ان البطاطس بتحتاج وقت اقل وممكن درجة حرارة اعلى، بس انا عشان هسوي الاتنين مع بعض فهختار الوقت الاطول. بعد 10 دقايق تانيين فتحت تاني عليهم وبدلت الرفين بحيث احمر وش الفراخ. وكده خلاص خرجتهم من القلاية. الفراخ طلعت طعمها زي المقلية في الزيت بالظبط. اما بالنسبة للبطاطس حسيت ان هي نشفت شوية تقريبا عشان قعدت وقت اكتر من المفروض كانت تقعده، ولكن هجرب تاني البطاطس معاكم وهقول لكم تجربتي معاها. تاني حاجة جربتها هي البرجر. عندي هنا برجر اللي هو الجامبو ده، عشان كده حجمه كبير. هوريكم ان هي ممكن تاخد 3 كده، بس هيكونوا مزنقين شوية في بعض، يعني هنعمل في المرة الواحدة 6، ولكن لو هو الحجم العادي مش الجامبو ممكن تاخد 3 أو 4، يعني ممكن نعمل 6 أو 8 في المرة. اخترت البرنامج الخاص باللحوم، اداني هنا درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، وفي نص الوقت هبدل الأرفف وهقلب كل قطعة على الناحية التانية. وده كده بعد 20 دقيقة. الطعم بالنسبة لي حلو جدا، وبرده ما يفرقش حاجة عن المعمول في زيت. ودلوقتي هجرب البطاطس في السلة المربعة اللي على شكل درج. انا مع كل الحاجات اللي حطيتها في القلاية لحد دلوقتي ما حطيتش زيت خالص، عشان كلهم حاجات جاهزة من بره يكون فيهم اوريدي نسبة من الدهون والزيت. لكن بالنسبة للحاجات اللي احنا بنعملها في البيت، في حاجات مش هنحط معاها زيت برضو، لكن في حاجات لازم نرش عليها رشة خفيفة من الزيت.
استخدمت بقى البرنامج الخاص بالبطاطس، درجة الحرارة كانت 200 ولمدة 15 دقيقة، وفي النص برضو هقلب اللي من فوق تحت واللي تحت فوق، ولكن بعد ما الوقت خلص حسيت ان لسه فيه حبة ما مستوش، فزودت الوقت تاني 10 دقايق كمان وشلت اللي حسيت ان هم اتحمروا، فكان مجموع الوقت 25 دقيقة برضو زي اول مرة عملت فيها، فبرضو طلعت ناشفة شوية. هي طعمها مش وحش، طعمها وسط بين المعمولة في الزيت والمعمولة في الفرن، حاجة كده يعني مش عارفة اوصفها قوي، وكفاية ان احنا ما حطيناش عليها ولا نقطة زيت. بعد ما التجربة كانت ناجحة بشكل كبير اتشجعت بقى ان انا اعمل شيش طاووق متبل في البيت ومحطش فيه ولا نقطة زيت. ومش عايزة اقول لكم يا جماعة عن النتيجة، هوريكم بس الاول انا عملت ايه. اول حاجة رصصت القطع بحيث ما يكونش فيه حاجة فوق التانية، وعملتهم في الرفين وحطيت برضو شوية خضار كده، ده كان حوالي 0.5 كيلو، واخترت البرنامج الخاص بالفراخ، وفي نص الوقت برضو بدلت الارفف وقلبت كل قطعة على الناحية التانية، ودي كانت النتيجة. طعمها خطير، ولا حد هيتخيل ان دي معمولة بدون زيت وان هي معمولة في قلاية هوائية اصلا. قررت اني استخدم القلاية واعمل فيها شيش في عزومة ل6 اشخاص، وده كان شكل القلاية بعد العزومة. طبعا كمية الشيش كانت كتيرة فقسمتها على دفعات، وكنت خايفة انها تسخن جامد مني، ولكن الحمد لله ما حصلش حاجة. فكيت الارفف عشان اغسلها، وبعد كده جبت فوطة مطبخ وبلتها بمية وعصرتها كويس، وبدأت انضف كده، وكل شوية بغسل الفوطة وعصرها وأكمل تنظيف بيها. نسيت أقولكم إن الشيش اللي عملته في العزومة كان من غير زيت برضو، وده لأنه مش متغطي بطبقة خارجية زي البقسماط، فلما نيجي نسوي الحاجات اللي بيكون عليها طبقة خارجية زي البانيه بيكون عليه بقسماط كده، لازم نحط مسح زيت أو نرش رشة من الزيت، ده عشان الطبقة الخارجية ما تنشفش وتطلع مننا حلوة. وبس ده كان فيديو النهاردة، أتمنى أن تجربتي تكون مفيدة ليكم، وخاصة أي حد كان ناوي يشتري القلاية أكون اديته فكرة عنها وعن استخدامي معاها. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وأشوفكم قريب على خير.